مصطفى الفقي، المفكر السياسي طبعا والخبير السياسي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا ست لميس. اهلا بيك. يعني اهلا وسهلا. يعني لماذا قطعت ولماذا عادت؟ يعني قطعت في ظروف قد كان فيها سوء فهم ربما وعدم تصور كامل لحقيقه دور القاهره فيما يتصل بالمشكلات الاقليميه والعلاقات الثنائيه بين الدولتين الشقيقتين، وجاء الوقت ليدرك الطرفان ان وجودهما معا يعتبر يعني هو عمود الخيمه بالنسبه للعالم العربي في ظل هذه الظروف الجديده، رئيس الولايات المتحده الامريكيه الجديد، التغيرات في المنطقه التي تحدث، الاحتمالات المتصله بالقضيه الفلسطينيه، الظروف في كل من اليمن وسوريا وليبيا والعراق وغيرها، وبالتالي كان لابد ان يكون تطبيع العلاقات، وده تعبير طبعا سخيف لا مجال له هنا لان العلاقات تطبيع ده صعب قوي يا دكتور. صعب جدا، لكن يعني تعود الى طبيعه الى اصلها بمعنى الطبيعي العادي. ولذلك كان ايقاف الشحنات لم يكن هناك مبرر واضح او قوي له، وكان مع الاتفاق بين الطرفين، فراى الطرف السعودي ان يستأنف ارسال شحنات البترول الى مصر، ومصر من جانبها رحبت بهذه المبادره السعوديه، وسوف تتنامى العلاقات المعتاده بين الدولتين، لان العلاقات بين مصر والسعوديه لا تقبل في الغالب عبر تاريخها أن تستمر مدة طويلة في ظل أي توتر. هل هذا يعني أن كان في وسطات من بعض الدول الشقيقة؟ كان في اجتماعات غير معلنة بين لا 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 أظن أن هي كانت وسطات، كانت العلاقات المباشرة بين الطرفين. علاقات مباشرة بين الطرفين، ما فيش دول أخرى تدخلت لرأب الصدر. لا أعتقد، ربما فقط تتدخل الأردن في ترتيب اللقاء المنتظر باعتبارها دولة مضيفة في القمة العربية للقاء خادم الحرمين الشريفين والرئيس السيسي إذا حدث هذا اللقاء إن شاء الله. وطبعا لم يكن البلدان في حاجة إلى وسيط، حتى وزير الخارجية مرة سامح شكري قال هذا، البلدان لا يحتاجان إلى وسيط، العلاقات بينهما لا تسمح بهذا ولا تحتاج لهذا. يعني أظن ده مؤشر جيد جدا في عودة وتيرة العلاقات، خلينا نقول في تحسن العلاقات وعودة الوتيرة، وده معناها أنه الطرفين بيسمعوا، ابتدوا يسمعوا بعض، أن مصر بتعبر عن وجهة نظرها اللي ممكن تختلف عن وجهة نظر الرياض، لكن في نفس الوقت أن الرياض تقبل هذا الاختلاف في وجهة النظر. بس أنا عايز أقول لك حاجة، مش يعني جزء من المشكلة كان إعلاميا ولم يكن سياسيا. بمعنى يعني الإعلام على الجانبين دخل في نظريات وتفسيرات وتأويلات وتصريحات ضخمة من الأمر بشدة، وكان الطرفان يتساءلان لماذا كل هذا؟ لم يكن هناك يعني مواجهة حقيقية بين الدولتين تستدعي ذلك. الأمور تمضي على وتيرتها الطبيعية، ولكن كان في قدر من التوقف لفترة قصيرة وعادت الأمور إلى ما كانت عليه، ودي طبيعتها. عشان كده بنقول كلمة الطبيعة، عودة العلاقات إلى طبيعتها. أنا بشكرك دكتور مصطفى الفقي على هذا التحليل السياسي.